خلاص شهر سبتمبر بدأ وبرضه لسه الكهرباء بتقطع، فهل معنى كده إنه تخفيف الأحمال لسه مستمر معانا؟ طيب إيه أسوأ سيناريو ممكن يحصل وكشفته الحكومة؟ وإيه القرار اللي خدته الدولة بسبب الأزمة دي ووقفت العمل بيه؟ ده اللي هجاوبك عليه دلوقتي لما تتفرج على الفيديو للآخر. أنا آية الوليلي، كمل معايا الفيديو للآخر علشان تعرف كل التفاصيل. لسه في أزمة كهرباء، ولسه الكهرباء بتقطع، ولسه المواطن بيشتكي بسبب تخفيف الأحمال، والناس بتسأل مش شهر أغسطس خلص خلاص؟ إيه بقى الحكاية؟ الحقيقة أن السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء طلع في عز الأزمة مع أحمد موسى وكشف الكواليس كلها علشان يتأكد أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب موجة الحر الشديدة. حسب كلامه السيناريو الأسوأ هو استمرار انقطاع الكهرباء لغاية نص سبتمبر، وكلما تحسنت درجات الحرارة كلما خف الضغط على الاستهلاك من المازوت. يعني من الآخر كده الأزمة الحالية متوقفة على انخفاض درجات الحرارة، واللي حصل أن الدولة توقفت عن استيراد المازوت من مارس اللي فات، وده بسبب ارتفاع أسعاره عالميا بجانب وجود أزمة في الدولار. علشان كده اتجهت الدولة على الاعتماد على الانتاج المحلي من المازوت وتوجيه الدولار لشراء احتياجات المواطن الأساسية، وده حسب مصر اليوم. وضح كمان أن مصر بتستورد مازوت بقيمة 300 مليون دولار وده من الخارج علشان تنفذ أقل قدر من تخفيف الأحمال في التيار الكهربائي. كمان رئيس السيسي طلع واتكلم عن الأزمة وقال إن الفترة اللي فاتت كانت ذروة ارتفاع درجات الحرارة في الشهرين اللي فاتوا، واضطرينا نخفف الأحمال لأن حجم الوقود المطلوب علشان نشغل المحطات بعد تكلفة الزيادة في أسعار الوقود بقت عبء علينا. وفي نفس الوقت وجه رسالة للمصريين وقال إحنا بنبيع الوقود بالجنيه ولكننا بنشتري للمحطات والكل العربيات بالدولار، لما يكون في أزمة لازم نستحملها كلنا وإحنا ما بنخبيش عليكم حاجة، وكل تحدي هنقدر نعبره مش بجهد الدولة ولكن بفهم الناس وعملهم وصبرهم. وزي ما الحكومة خففت الأحمال على الكهرباء، العمل من البيت مرة كل أسبوع وهو كان يوم الحد، وده لكل مواطن اللي من الممكن ليهم الشغل من البيت، إلا أن الحكومة قررت تلغي القرار العمل من البيت اليومين اللي فاتوا. وحسب ما نشر اليوم السابع أنه وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء اللي فات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على انتهاء قرار العمل أونلاين يوم الحد من البيت، وأن العمل بالنسبة للموظفين هيرجع لنظامه القديم بداية من شهر سبتمبر الحالي. كانت الحكومة بدأت تخفيف الأحمال يوم 17 يوليو 2023 وده بسبب زيادة الضغط على استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والهدف منها كان تخفيف الأحمال علشان يخفف ما يصل إلى 1600 ميجا وات بعد ما كان 3000 و2500 ميجا وات، ده بالتساوي بين المناطق المختلفة. علشان كده قررت الشركة القابضة للكهرباء إن مدة انقطاع التيار الكهربائي ما تزيدش عن ساعة واحدة بس يومياً، وده من وقت فصل التيار. انت بقى شايف الحكومة هتكمل في خطة تخفيف الأحمال لغاية نص سبتمبر ولا لا؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.